بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هدية سي 5 موتورها او اتش دي، فيها مشكل في ما تخدم الا مشكلة، خلينا نشوفها مع بعضنا. عاود 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 نزي به تبع ترى هاد نحو الصوند لامدا باش نجربوا اذا كان الكاتاليزر مسكر ولا لا. شوفوا اذا كان الكاتاليزر يكون مسكر، كي نفسوه هنا من فوق لازم تخدم. حلوهم ونحوهم الخيط نتاعها باش كي ندوروا الخيط ما يتقطعش. ثم قرف صغيرة ننزل عليها ونجبد الفيشة. هذه هي الفيشة نحوها من القرف نتاعها وندوروا الصوند لامدا ونشوفوا نخدم. خدموا توا نشوفوا اذا كان إذا كان الكاتاليزر مسكر توا تخدم على الأقل حتى أحسن من الأول. عاود عاود طبعا كي عملنا الديغنوستيك على المحرك يخدم ويقرب عاود طلعنا المشكل في المانو هذا اوت بريسيون، هذا الحساس نتاع ضغط الديزل، هو يركب من اللوطه تحت الرامب مع الجعب، يعني في قطعه زي هذه، يركب في قطعه زي هذه، هذه مش نتاعه هو، يركب في قطعه زي هذه. شفتوا وين يجي هو؟ يجي في الاخر نتاعها هنا، هذا يسموه حساس ضغط الديزل، ضغط المازوت او كابتور اوت بريسيون. يجي هنا يركب هنا جاي في تحت الفلترات هنا مع الجعب هذوما نتاع الرامب، يهبط هنا فما التيبات هذوما تحت منهم لوطه، ثم يركب القطعه هذه تو باش نبدلوها باش نخدموا السياره ونشوف. تو جبنا القطعه الجديده هذه الريفرنس نتاعها، هذه الرقم نتاعها، تعمل في تونس حوالي 120 دينار 120 125 دينار، وباش نركبوها ونجرب. شوفوا وين نجي من اساسها، مكانها ضيق شويه بالحيله، تاع 27 ابيب. احنا في الاول نحينا الحساس نتاع الفلتر نتاع البيئه باش نثبتوا اذا كان هو الفلتر البيئه مسكر ولا حاجه، باش يتنفس من هنا الموتور وطلع، يعني مش من هو المشكل. تو باش ركبنا، بعد ما ركبنا الحساس باش نجربوا ونشوفوا. تو باش نخدموا ونشوفوا النتيجه نتاع انا ركبنا حساس نتاع ضغط الديزل. خلينا نخدم الساعة قبل نشوف. هاي خدم يعني. ما شفتوها يعني كأنها كانت تكذب. يعني ما شاء الله.